معي انفجار في ملف كهربائي لصمام الغاز أدى إلى سقوط العطب ثلاجة حليب. السبب ارتفاع الكهرباء، القدرة الكهربائية. القدرة الكهربائية 220 فولت. درست لي تريفازي 380، درست لي 380. أنا غنحلو. نتأكدوا دابا من المصدر من الكهرباء، نعم شحال واصلة، ستعطيني 220 لأن ما نعطيش مغنركبوش وحدة أخرى جديدة إلا ما تأكدنا من المصدر. هاهي هذا ديالنا 220 فولت من دونفوس. نرجع له دونفوس. دابا غنعبرو الأقطاب، وجات الحبيبي هو هذا. هنا ما عندنا حتى مشكل، شي مزيان شي مزيان. فاز واحد اللي عندنا هنا، حنا غنديماري وغنشوف. واخا ديماري هادي ماري او الريس خدم قول هذاك حيدو بلاتي، قول ما يكبوش حليب بلاتي. طلع وقطعت لان الفان ساد، يعني البريستو الفان الكتروفان ما خدامش، الغاز بريستو ستا اللي قطعات بريستو ستا كومبيني. هنا نتاكد من الكهرباء بحال كاينه هنا، شد هذا يعني ساكتة من الطابلو. شوف دي ماري من الطابلو تجي صورة لي صورة الأقطاب هذه اللي كاينة. يعني هنا الموبينة أو الملف الكهربائي كتدخل لي هنا 220. كاين مشكل في كان مشكل في ارتفاع ديال الكهرباء، وادى الانفجار الملف الكهربائي. دابا غنردو هادشي كي كان، غادي ديماري ان شاء الله. مجرد ما غادي نردو الموبينة ديماري هذا الشكل. هذا هو الصوت ها امر
الغار. هنا دي تيرموستا، هنا ديجيتاتور، هذا موتور كيخدم الحراك مره مره. هنا كونتاكتور رولي تيرميك، نقطه مساعده، كوميتاتور ديماراج، هذا محرار او ساعه لمعرفه درجه الحراره، هذه قديمه شويه، كاترفيل. المهم الامور عندنا مزيانه هنا، ما عندنا حتى مشكل. عندنا المشكل اللي كان هو ارتفاع في درجه في 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 الكهرباء، يعني مشى النوتر. نرجعوا نجيبوا نديماريوها، والله يسخر الله يجيب التيسير. الامور مزيانه دابا، الرش دي ماريو بالنسبة إلى عجبكم الفيديو، شارك في القناة ودير لايك، ويبقى وصلكم فيديوهات جديد. وغنبداو نحطو لكم إن شاء الله داكشي مع الخدمة بهاد الشكل، في ما تحت لينا الفرصة نحطو شي حاجة جديدة إن شاء الله. ونتمنوا لكم التوفيق. وهاد الباقة تهز تقريبا جوج طون ديال الحليب، فيها كونفريسور ستة تخيل، ستة تخيل من نوع، من واحد النوع ماشي مشكل. عجبك الفيديو شارك في القناة، لا دير لايك، يبقى وصلوك فيديوهات جداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.